اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم امبارح احنا هنبتدي كل يوم نتكلم عن جرافيك عن ارقام. النهارده بنتكلم عن احصائيات الفقر في مصر واين ينفق المصريون اموالهم، بتتصرف ازاي. عندنا فقر وعندنا فقر مدقع، هذا المستوى هنتكلمه بالارقام مع خبير اقتصادي كبير رئيس اكاديميه السادات السيد الدكتور حمدي عبد العظيم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ دكتور حمدي. لو حبينا نبص على خريطه الفقر في مصر كيف يمكن ان نقراها؟ والله عندنا معدلات الفقر زي ما سيادتك شايف هنا، النسبة في الفقراء في مصر كانت في 2010-2011 25.2%. نعم. ارتفعت في 12-13 إلى 26.3%. يعني ارتفعت 1.1%. بالضبط سيادتك، ده يعتبر طبعا نتيجة الظروف الاقتصادية المترتبة على الأحداث السياسية والأمنية اللي موجودة في مصر في الوقت الحاضر. والسنة الماضية طبعا كان فيها يعني تراجع في السياحة، في الاستثمار الأجنبي المباشر، في مشروعات كثيرة أغلقت وتعثرت. شيء طبيعي أن اللي بينقطع دخله يبقى فقير. نعم. فإذا انقطع الدخل نسبة الفقراء بتزيد. احنا بنتكلم عن الفقر القومي والفقر المدقع. بالضبط. الفقر القومي بمعنى ايه؟ الفقر العادي اللي هو حضرتك يعني واضح من النسب اللي موجودة حاليا انه واخد المعدل اللي هو بتاع اللي عند خط الفقر واللي تحت خط الفقر. اللي هو المدقع اللي تحت خط الفقر لحد هنا ده عند خط الفقر كان يعني حوالي 2 دولار في اليوم، كانت 327 جنيه للفرد. بالضبط. ده خط الفقر. خط الفقر حوالي 2 دولار يوميا حسب المعدلات الدوليه. لا اقل كمان. ده اقل بالضبط لو خدناه على 70. اصل هم بيحسبوها قوه شرائيه. لو خدناه على 70 قرش طبعا هيطلع اقل، هيطلع حوالي يعني 1.5 دولار تقريبا. بالضبط. نعم. سيادتك هنا طبعا حوالي دولار لان هو 30 نسبته. انا عايز اقول ان هنا بس في خطا في رقم احنا واخدينه عن موقع المصريين. المصريون كانت هي دي 2.2 عام 2010-2011 تضاعفت، وصلت الفقر المدقع ل 4.4 يعني تضاعفت بقت 100%. بالضبط. يعني خط الفقر هنا اقل، التدهور اقل من الفقر الشديد. في ناس نزلت من الشريحه دي للشريحه الدنيا الفقر المدقع، وده متوسط الدخل 214 جنيه في الشهر للفرد. يعني ما كملناش تقريبا 7 جنيه في اليوم تقريبا. دولار. بالظبط 7 دولار. 7 يعني دولار. لا ده كده يعني هيبقى دولار واحد بس، لان انا مقسم ال 200 ده في الشهر كده 204. ايوه انا بتكلم عن 30 دولار في الشهر، يعني دولار في اليوم. دولار في اليوم. بالظبط دولار في اليوم، في حين انها كانت كده المتوسط 2570 جنيه ده السنة كلها. تمام مظبوط. اللي بعده يا جماعه، اكثر المناطق فقرا في مصر. الوجه القبلي تقريبا نصه، يعني زي ما شايف سيادتك 49.4%. ده معناه ان الوجه القبلي اكثر فقرا من كل محافظات الجمهوريه، سواء الحدوديه او الوجه البحري اللي عندها بالفعل انشطه يمكن اكثر وخدمات اكثر ومستوى تنميه بشريه وتنميه حضاريه وتنميه شامله يمكن اكثر كثيرا من الصعيد، لانه حرم طويلا من التنميه ولم يلتفت إليه حكومات حتى يمكن قبل الثورة ومدة طويلة، وبدأ الاهتمام على استحياء قبل الثورة، ثم حاليا بدأ يكون في نوع من الاهتمام بحلايب وشلاتين وطريق الصعيد والأماكن اللي يدوروا. احنا عندنا أسيوط نسبة الفقر فيها 60%. ده نسبة عالية جدا يعني طبعًا. أعلى حتى من المتوسط العام بالنسبة للوجه القبلي. هنا بنسبة فقر 58%. سوهاج 55% من سكانها، دي نسب عاليه جدا جدا طبعا، يعني اكتر من نص السكان في كل. انا اعتقد ان بني سويف ايضا من المحافظات الفقيره. بني سويف الفيوم نفس الحكايه، حضرتك هتجد ان كلهم بيدوروا حوالين النص او اكثر من النصف. نعم. بالنسبه لعدد السكان. طيب اكثر المناطق بقى، اكثر محافظات اقلها بقى فقرا. اقل المحافظات فقرا زي ما سيادتك شايف، البحر الاحمر 2%، السويس 5%، دمياط 10%. ده بقى لان المحافظات البحر الاحمر طبعا سياحيه زي ما احنا عارفين. نعم. فممكن يكون في عدد السكان قليلين قوي وعلى الاقل. بالظبط. نعم. من السكان السويس برضو مدينه على القناه، فيها بعض الانشطه المتعلقه بالمواني والتجاره و دمياط النجاره برضو الاساس والسمك حاجات وكل الانشطه الانتاجيه والموبيليا والكلام. يعني البلاد اللي بتشتغل اللي عندها انتاج سواء كان سياحه او عندها روافد بتستمد منها. مظبوط. مصادر دخل، فاهل البلد دي بيشتغلوا فيها. الفقراء قليلين. الفقراء قليلين يعني اعلى حاجه دمياط مثلا 10%.
قصد دي فكره ممكن بسيطة. تودينا لاننا لابد ان نقيم استثمارات في المدن الفقيره دي علشان نقدر نشغل الناس. بالفعل لابد ده الحل. لابد المدخل هو التشغيل من خلال الاستثمار. نعم. الاستثمار انتاج بصرف عليه علشان اخلق فرص عمل. طيب اللي بعد كده الحدوديه زي ما ستك فاتت الحدوديه 11.4 هنروح المصريين بينفقوا اموالهم فين؟ اين ينفق المصريون اموالهم؟ متوسط الانفاق السنوي للاسره بالجنيه شيء طبيعي طعام وشراب اكتر حاجه كلنا بنصرف عليها 37.6% ودي رقم واحد في النسب. نعم. اعلى النسب وده شيء طبيعي على فكره لان هو المعدل اللي هو افريج او متوسط عام المفروض ما يتعداش 40% من الدخل بتاع الاسره في الشهر. نعم. يعني اي حد عايز ينظم ميزانيته نقول له خلي بالك ما تزودش الانفاق على الطعام والشراب اكتر من 40% فهي كده تقريبا نسبه معقوله. يعني معقولة. هنا اجباريه. هنا اجباريه بالظبط ده الواقع بالظبط. بيصرفوا على السجاير والشيشه 4.1% ده تقريبا اللي بيتصرف على التعليم في مصر. ده بنفس النسبه تقريبا واخد بال سيادتك انما انا عايز اقول ان البند التالي على طول في الانفاق هو المسكن ومستلزماته وده واخد 18.1% هنا الملابس والاقمشه والاحذيه اقل 5.4% أيوة. المسكن ومستلزماته دي رقم 5 ترتيبها الخامس الملابس والاقمشه والاحذيه 18.1% بالظبط لكن البند الثالث اللي هو الرعايه الصحيه ودي كويسه يعني الخدمات والرعايه الصحيه رغم ان نسبتها 9.2% ثالث ترتيب الا انها قليله بالنسبه للظروف عشان مش قادرين يصرفوا مش قادرين بالظبط يعني عشان ادويه مكلفه ورعايه صحيه مكلفه تصرفوا على الاساس والتجهيزات بالزبط. والمعدات المنزليه واعمال الصيانه الثلاجه وخلافه 4.1% نسبه برضه البند الرابع مثلا في الترتيب الانتقالات والنقل مواصلات والذهاب للعمل والسفر والحاجات دي بين المحافظات فواخد 5.2% لكن اقل بند خالص هو الثقافه والترفيه الاتصالات واخد 2 واخد بالظبط 2.3% وده رقم 7 عندي في الترتيب. نعم. تنازلي. اللي بعديه الثقافة والترفيه. دي أقل حاجة. 2؟ 2% بس. والتعليم 4 أهو زي التعليم بالظبط زي اللي بيصرفوه على السجاير. أيوه. وده الإيه؟ والخدمات السلع والخدمات. السلع والخدمات يعني احنا يعني خلاف ما ذكر من سلع غذائية أو أي أشياء منتجات. دول ما بيعيشوش. بالفعل. يعني دول اللي لا ثقافه ولا ترفيه لا بيروح حدائق ولا مطاعم خارجيه صحيح. ولا سينمات ولا مسارح ولا حفلات ولا مصايف كل اللي بيصرفه 2% من الدخل ده اصل هو ثقافه او ترفيه يا اما بيشتري له جورنان ولا كتاب ولا بيخش سينما مش هيقدر ما هو بالمبلغ اللي ممسوك ده لا يمكن نسبه ضئيله جدا يعني طبعا طيب اللي بعده يا جماعه ده اجمالي الانفاق العائلي السنوي في مصر 26,161,008,000 تمام ده رقم بتشوفه حضرتك ده كتير ولا قليل؟ لا قليل طبعا لان ده على مستوى السنه يا قبل حضرتك فيعتبر كده تقريبا حوالي 2100 في الشهر يعني ده لو حسبنا يعني 2.1 مليار تقريبا في فاذا حسبنا نسبه الفقراء في مصر والمعدمين هتبقى النسبه دي بتعبر عن مستوى لان هو طبعا ده للعائله كمان يعني مش للفرد ده كله للعائله يعني الاسره المكونه من 5 افراد زي ما موجود في الاحصائيه هنا طب نشوف متوسط دخل الفرد العائله كام بقى متوسط الانفاق الكلي السنوي للاسره ايوه ده بقى الاستهلاكي الانفاق الاستهلاكي انا عندي هنا ده الانفاق الكلي الكلي اللي هو 26.5 واخد بال سيادتك طالع اللي بعديه كان في انفاق استهلاكي استهلاكي 25.4 اللي بعديه على طول ايوه هو ده الجزء اللي هو الاستهلاكي ده بيمثل 99% من الانفاق السابق الكلي واخد بال سيادتك يعني احنا مستهلكين بالظبط مستهلكين بنستهلك كل الدخل. بقى الدخل او كل بنود الانفاق متجهه للاستهلاك طب الحد الادنى للمعيشه أيوة. لو اسره من عدد من الافراد تبقى محتاجه كام يا عمرو؟ 1620 ده اللي تحتاجه اسره مكونه من 5 افراد أيوة. لسد احتياجاتها الاساسيه فقط بالظبط 1620 الحاجات الضروريه جنيه في الشهر يعني بنتكلم على 324 جنيه للفرد الواحد من الخمسة 324 جنيه في الشهر في الشهر طبعا ده رقم مخيف هزيل طبعا كام؟ 230 دولار
لا ما يجيش 32 دولار. لا انا لو قسمت ال 32 على السبعه هيبقى عندي حوالي 50 دولار تقريبا، او اقل من 50 دولار. اقل من 50، حوالي 48 ده للفرد. احنا للفرد بنحسب حتى لو دخل اب عنده اربع اولاد او هو ومراته ثلاث اولاد يبقوا بياخدوا 1620 جنيه، يعني مش مكملين في الشهر في اليوم 40 جنيه 45 جنيه 45 تقريبا على مستوى ال 12 او لا 50 جنيه 50 تقريبا في المتوسط. طبعا ده يعني حوالي 7 دولار لما يكون 7 في 7 جنيه 7 دولار في اليوم في اليوم. طب معدل الفقر العالمي قد ايه يا دكتور؟ والله اللي هو تعريف الفقير في العالم. هو طبعا الفقير دايما الحسابات بتاع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بيحطوا المعدلات اللي هي عند خط الفقر اللي هي 2 دولار في اليوم اللي احنا بنمشي عليها برضو كقوة شرائية، وتحت خط الفقر اللي هو المدفع دولار في اليوم. ده المعدل العالمي اللي هم بيصنفوا الدول على اساسه في احصائيات البنك الدولي والصندوق والمؤسسات الدولية. اخي بس سيادتك، لكن المسألة دي بتتفاوت من دولة الى دولة اخرى، لان الدولار في مصر غير الدولار في امريكا غير الدولار في اسيا وهكذا. ولذلك يعني بنقدر نقول انه لو احنا بنتكلم على قوة شرائية في هذه الحالة بالنسبة لمصر، بنقول احنا محتاجين على الاقل شهريا حد ادنى 1600 جنيه حد للفرد أدنى. للفرد كمان للفرد مش للعيلة الخمسة. لا مش للأسرة، احنا عندنا الادنى حاليا الفرد ده يعني المتخرج ولا الفرد؟ زي احنا عندنا 1200 جنيه حاليا. احنا حاليا ده الموظف اللي بيشتغل 1200 قلنا هو ده اللي ممكن يساعده على انه يبدا حياه كريمه وينفق على الطعام لسه وقفوه لسه وما عندوش خبره لا طبق في الحكومه، لكن في مشاكل في تطبيقه في الجهات التانية. فطبعا ده مش كافي بالنسبه لغلاء الاسعار، لان القوه الشرائيه بتاعه النقود بتقل كل ما يكون في تضخم وغلاء في الاسعار. طبعا فمعنى هذا ان انا ال 1200 نفسها مش مكفيه، ومحتاجين على الاقل 1600 علشان نقول يعني انه يعيش يقدر يصرف على عيله بالظبط. فده بالنسبه للوضع في مصر حاليا، وده يمكن برضو اقل من المعدلات العالميه، لان المعدلات العالميه بتلاقي مثلا بيحسب لك الاجر في الساعه، فيقول لك الساعة مثلا ب 10 يورو، يعني 10 يورو واخد بال زيادة، بس اللي هناك الحياة غالية. الحياة غالية برضه، وعنده تأمين صحي وعنده مزايا والفير أو الرعاية الصحية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والتأمين الصحي والبطالة وكل وإعانات البطالة والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. عقبالنا يا رب يا رب، احنا نتمنى نتمنى ذلك. نتمنى طبعا. دكتور حمد عبد العظيم نورتني وبشكر حضرتك جدا على تشريفك. شكرا لسيادتك. دي كانت نهاية فقرتنا، بعد الفاصل بستقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري المشرف على مكتب رسالة الأزهر، وهنتكلم النهارده عن البذاءة والإساءة واستخدام الدين ستار حوالين كل ما هو قبيح. نلتقي بعد الفاصل.